أنا اسمي شيماء عبد الكريم، أعمالي أنشرها بالبيج الخاص بي شوما آرت بالفيسبوك وبالإنستغرام وأيضاً بالسناب شات. بدايتي كانت بالرسم، هي يعني تدرون كل طفل يتأثر بالظروف اللي حوله، أكيد يتأثر بالمحيط اللي عايش به. أنا يعني أول يعني الأشخاص اللي تأثرت بيهم هم عائلتي، والدي الله يعطيه الصحة والعافية كان خياط، أي يعني كان خياط رجالي، فكنت يعني ويا دائما أساعده أباوع، ما كنت صغيرة بس كنت أحب يعني هذه الفقرة إنه كلش أحب أساعده. وايضا كانت سابقا البرامج كلها موجهه للاطفال، صحيح، اي برنامج المرسم الصغير انت تتابع كلش حلو كان، كنا نجيب ورقه وقلم ونرسم وياه خطوه بخطوه. الاستاذ الكبير خالد جبر، اكيد تحياتنا، تحيه كبيره لحضرته. فكانت يعني كنت مثلا خلينا نقول كل ما ينعرض البرنامج بالوقت المعين احنا نحضر الورقه والقلم، صحيح، نرسم ويا خطوه بخطوه، مثل هسه يعني خلينا نقول هسه البرنامج اذا يفوتنا شيء من عنده نشوفه باليوتيوب، صحيح، فكنا نحاول بسرعه نسجل ملاحظاتنا. اي وايضا يعني كانت حتى اتذكر بافتح يا سمسم كانت بالمناهل، كل برنامج كان فيه فقرة رسم، اي صحيح، وكانت يعني شغلات بسيطة يعني شلون مثلا خلينا نقول دائرة والمثلث وشلون يربطهم وهكذا. ايضا انا عندي اخواتي كانوا وحدة تطرز بالاتمين والثانية تحوك، فهذا هم شجعني. عائلة موهوبة ما شاء الله. أخويا يعني كان يحب ماجدة الرومي، فكان دائما يرسمها بالقلم الرصاص. مع أنه يعني ما مارس هاي المهنة، بس كان حلو يعني أشوفه شلون يرسمها، كلش كان يحب ماجدة الرومي. فهذه كلها يعني شلون الأمور شجعتني. أكيد. وانطتني فد يعني حافز انطتني خلتني يعني شلون تبقى هذه الموهبة بداخلي من أنا طفلة إلى أن كبرت. اي بس شنو يعني عندك مثلا خلينا نقول كل انسان ينشغل بدراسته، ينشغل باعماله، بس مع ذلك بعد الدراسه ايضا رجعت لهاي المهنه واخذت دورات ونميتها وكبرتها، وما زلت لحد الان يعني برغم اللي وصلت له اطمح للافضل وللاكثر ان شاء الله. كل التوفيق، كل التوفيق. طبعا احنا نشوف هاي التفاصيل اللي انت مشتغلتها ما شاء الله، كلش حلوه يعني تجذب، تخليك انك تنجذبين تعرفين شنو بعد اكو. هو ممكن قطعه تكون كلش عاديه، تاتش بسيط خلق لها روح، صحيح، والالوان كذلك والرسمات، صحيح.